يختتم يوم غد الجمعة أول دوري لكرة السلة للرجال في إقليم الجزيرة بإقامة لقاءين، حيث يجمع اللقاء الأول بين نادي الحسكة وأهل عمودة، بينما يلتقي في اللقاء الآخر نادي الأصايش وخبات في مباراة الفوز باللقب. وسيكون لقاء نادي الحسكة وأهل عمودة، والذي سيقام الساعة 4:30 عصرا، هامشيا للمنافسة على اللقب، بعكس المباراة الثانية التي ستجمع بين نادي الأصايش وخبات الساعة 5:30 عصرا، حيث سيتوج الفائز في هذا اللقاء بلقبه الأول في البطولة، وسيكون الجمهور على موعد مع مباراة مثيرة بين أقوى ناديين لكرة السلة في الإقليم. يذكر أن المباراتان ستقامان على ملعب السلة في استاد الشهداء 12 من آذار بمدينة قامشلي.